نجاة الأمير بن خالد شقيق الأمير السعودي النائم يتعرض لحادث احترقت فيه سيارته الفارهة بالكامل وأصبحت كالحديد. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. حيث نجا الأمير السعودي الشاب محمد بن خالد بن طلال آل سعود من حادث سير مروع أسفر عن احتراق سيارته بالكامل. كما نشر عمه الأمير عبد العزيز بن طلال صورة لسيارة بن خالد التي تحولت إلى قطعة حديد أصر احتراقها بالكامل جراء الحادث، وقال في تغريدة عبر تويتر: الحمد لله على سلامة حبيبي محمد بن خالد. كما أكدت الأميرة ريما بن طلال أن ابن أخيها تعرض لحادث سير سيارة لكنه خرج منه سالما دون ذكر مزيد من التفاصيل. ونشرت الأميرة ريما صورة لسيارة فارهة قد تعرضت لضرر كبير بفعل الحادث، بجانب صورة لأخيها الأمير خالد بن طلال جالسا على كرسي بدا أنه بجانب سرير. ومن الجدير بالذكر أن شقيق الأمير محمد الأمير وليد بن خالد بن طلال دخل في غيبوبة منذ نحو 15 عام أثر تعرضه لحادث سير مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية قبل أن يقرر والده خالد بن طلال نقل ابنه للمنزل. الوليد بن خالد بن طلال شقيق الأمير محمد بن خالد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليطلق عليه لقب الأمير النائم. ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره. وأكد: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفي ويعافي على حد تعبيره. ونشر الأمير سطم بن خالد آل سعود صورة للأمير محمد بن خالد بن طلال على صفحته بتويتر بتعليق، وقال فيها: الحمد لله على سلامة أخي الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري، وبإذن الله تكتمل الفرحة الكبرى بسلامة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز شفاه الله. خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وشقيق الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وعضو من أعضاء هيئة البيعة، ووالدته هي الأميرة منى رياض الصلح ابنة الزعيم اللبناني وأول رئيسة لمجلس الوزراء بلبنان الحديثة بعد الاستقلال. تزوج الأمير خالد بن طلال من الأميرة الجازي بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وله منها 4 أبناء هم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود وسعود بن خالد بن طلال آل سعود ومحمد بن خالد بن طلال آل سعود ونوف بنت خالد بن طلال آل سعود. وعلى هامش الموضوع، في ديسمبر كانون الأول عام 2017 قبض على خالد بن طلال لمعارضته قرار الحكومة بإلغاء الشرطة الدينية الإسلامية. بعد ما يقرب من عام وبالتحديد في شهر نوفمبر عام 2018 أعلن عن إطلاق سراحه.
وأفادت بعض المصادر الإعلامية أنه قد أعيد اعتقال الأمير خالد بعد شهر من إطلاق سراحه، وبعد 4 أيام فقط من وفاة والده تم إطلاق سراحه فيما بعد.